يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعلم علم الفلسفة ما حكم تعلم علم الفلسفة والقراءة من كتب علم أهل الكتاب علم أهل الكلام بدعوى أن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إيش؟ بدعوى أن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل درء تعارض العقل والنقل لا تفهم إلا بالقراءة في تلك الكتب، لأنه يستخدم مصطلحات الفلاسفة. شيخ الإسلام ابن تيمية تعلم المنطق والأشياء هذه ليرد عليها، فإذا كان عندك استعداد أنك تصير مثل شيخ الإسلام أو غيره من الأئمة، عندك استعداد لإبطالها ونقضها، فهذا شيء طيب. أما مجرد أنك مبتدئ وضعيف ومسكين تبي تقرأها وتأثر بها وربما تظن أنها صحيحة، هذا لا يجوز، هذا خطر. نعم.